حياكم الله مشاهدينا الكرام، انا اليوم موجود في نادي القادسيه عشان اقابل ضيف رابر نار، فقره رياضه المشاهير دائما ابدع فيها. ايدو هلا 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 ابو جاسم، هلا 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 يبا، هلا 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 بالبرنامج، هلا 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 حياكم الله. تعال لي. حياك الله يا اخوي محمد، اليوم بكسر راسك انا بتنس الطاوله، وحياك الله وتشرفنا بمعرفتك، تشرفنا في اي ثاني. الله يحييك. اليوم جاي ملعبك تنس الطاوله، تحب هاللعبه حيل؟ والله وانا ترى خطير فيها. ايد رباط. والله احنا بنحاول ونشوف ان شاء الله، عسى الله سهل ان نكون قد التحدي هذا. عاد بقول شغله، اليوم انا ضيفي اياد رماوي بحت نادي الذئاب، رحت الرياض، رحت رياضي قالك السالفه، رحت رياضي لعبت شيرت روما. يقول لي احد يشجع روما؟ روما وين؟ فورزا روما، فورزا روما، روما راحوا. لا اخوي شوف، ستيل احنا حنتكلم عن الابديت مال روما. احنا صحيح المركز الرابع لكن في لعبه مؤجله ناخذ فيها ان شاء الله نفوز. على طول راح نكون الاول مكرر طال عمرك. اليوفي، ميلان، انتر ملوا من الدوري، روما يعني مجرد توتي يدخل الملعب جمهور تاك تاك حيونا. روما روما اخوي، فرزة روما انتهى. زين ما تفكر تغير النادي يعني؟ بس راح والله رحت عليه. شوف اقرب دليل اليوم حتى بقول لك رايح بشيرت وشيرت ولا رياضي يبيع روما لهالدرجه. هو شوف هو يعني ممكن علشان عقولتهم ابو صلاح ممكن يعني 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 ممكن يكون فيها يعني كلام شويه، لكن ستيل لا، هو اساسا يعني نقول ان روما اتس روما، نادي عريق يا اخوي، نادي عريق. بالكويت منو تحب؟ من الكويت والله شوف يعني انا اتكلم بالنسبه لي بدر مطوع. والنادي كنادي من تحب؟ عكسيه طبعا يعني ليومك ليه؟ ما في دمي اصفر الكويت، دمي اصفر الكويت قاعد ياخذ كل شيء. لا 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 كاس التفوق، لا تقول لي القلعه الصفراء، اشبال، درجولك كل الكويت. لا تقول لي يا اخوي، انا اقول لك القادسيه تاريخ تاريخ، مع احترامي حق كل الانديه مع المشاكل الحين وما في لاعبين و معلش هي بالنهايه مشاكل موجوده، الاخوان يختلفون لكن بالنهايه تصافون اللي صار فيها مصلحه نادي القادسيه. الحين شنو؟ الحين في فقره ثانيه، فقره ثانيه جوي، اسئله قويه وضرب وهذا وحش وحش شوي، ترى فيني طبع النجري. حلو فيك شده؟ عيش عمي. تعالوا وياي، تعالوا وياي. عيش طارق الخميس مطرب بحريني ممتع. نعم. ايش فيك وياه؟ والله سلامتك، ماكو الا العافيه ان شاء الله. هذا بيبو، انا اسميه بيبو. طلع يعني انه في خلافات متهاوشين. لا ابدا، بالعكس ما كان في اي خلاف، كثر ما هو توجهات. يعني احنا اشتغلنا اعمال كثير مع بعض، واعمال لله الحمد لاقت يعني صدى وايد كبير، لكن بالنهايه هم يعني الانسان يحافظ على على خطه، يعني ما ينجرف مثلا مع اذا كان في اوضاع لافترضنا سياسيه او مشاكل او توجه ثاني. يكون بالنهايه انا توجهي معروف، توجهي واحد خيي، فيعني هو ممكن بالاونه الاخيره يعني حسيته توجه الى مسرح، لان الحاز بخاطرنا اكثر مثلا متابعينكم ومحبينكم ان نعم. عشره عمر بينكم ودائما ويا بعض، مره واحده شفنا شوي بتعتق. وما زلت انا اقدر هالفنان وكله كل احترام، لكن رد ونقول بالنهايه توجهات. يعني بالنهايه هو توجهه
بدا يتجه الى المسرح. تقييمك صح اللي قاعد يسويه بالنسبه حق شنو؟ خطه اللي قاعد تاخذه الحين. بالنهايه فنان، وكل فنان عنده رساله، ويعني ما اعتقد انه يختلف فيها اثنين. اذا انا يعني اشترك وياك في عمل معين، بالنهايه وين ما توديك رسالتك توديك. لكن انا بالنسبه لي شخصيا مع طارق خميس، وانا اسميه دائما بيبو ووجه له تحيه واموت عليه طارق، ما عندي وياه اي خلاف. ايدو دائما مغنيين الراب. نعم. دائما نيك نيم. نعم. يعني ايدو. نعم. كلاش. نعم. احد يعني الرابر اللي كون اسم. نعم. ليش نكتات نيم دائما؟ ليش ما واحد يطلع باسمه؟ لان انا كوجهه نظر يعني ابى اتكلم ك ك ك كشخصيه ايدو، اسم احسه خفيف واسم احسه فني. فيعني لما تيجي تقوله مثلا، ما تقدر تقول مثلا والله بنص الاغنيه ترى انا اياد السعد، ما تقدر. غير لما يكون مثلا ام هير ام ايدو ام، يعني عارف. فيعني تكون المساله سلسه اخف كنيك نيم. ايدو مثلا اللي يحبك الحين. نعم. كجمهورك. نعم. يقول حبيناك وانت مره واحده قطعت، يعني لا قاعد اشوفك بالاعلام، تلفزيونات غايب، الصحافه غايب، مره واحده. انا موجود خيي، بس ارد واقول لك في شغلتين. يعني الشغله الاولى احنا نتكلم بصراحه تعبنا. يعني تعبنا بالنسبه لنا احنا، واحنا كله مجهود شخصي، مجهود شخصي وما في تقدير، هذه نمبر 1. ف يعني كثر ما قاعد انت تسوي ما في اذاعات تدعم، ما في يعني جهات تدعم، بحيث انك انت لو حتى بتسوي لك مشروع معين، بتسوي لك بروجكت معين. هذا اول شيء، ما في له. هذا ايه. بالنسبه حق اول شيء. بالنسبه حق ثاني شيء، ان نتكلم تعرف اللي يقولون بالكويتي ناخذ من هاللنقه ونحط بهاللنقه. يعني بما معناه ان احنا نشتغل ونجتهد هنا في موضوع الدعايه والاعلان، بحيث انه يجينا مردود سريع ونقدر نصرف فيه على نفسنا في موضوع لقينا بننتج اي مشروع ما. في جمله شهيره عندك، انا مو مغني. نعم. ما زلت اقولها للحين، تقول انا مو مغني. ما زلت اقولها. انا شو قاعد اغني يعني؟ شو تخربطنا؟ انا بالنهايه اخي، انا عند نفسي عندي كاركتر معين، وعاده هو مو مغني بيكون مغني بما معناه مغني طربي، كثر ما هو انا عندي رساله معينه حاب ان انا ادشش البهجه فيه. ومتابعينا يعني ترى لايف ما يغني، لايف ما يغني. ليش ما ادري؟ لان ارد واقول عندي كاركتر معين. يعني عندي اسلوب معين اللي انا اقدر انا ادي فيه، واقدر انا اطلع لك بالفكره اللي انا ابو حابه اوصل لك اياها. قبل ما ننهي اللقاء وياك، نبي جديدك. جديدي ان شاء الله يا مصحوب السلامه، ان شاء الله ولله الحمد توني خالص مشروع كامل كبير، يعتبر اول مشروع يعتبر في كويتي بالوطن العربي يعرض ان شاء الله في تاريخ 30/11 في سينما سينسكيب، ويعرض بالوطن العربي نفس الوقت في فيلم اسمه الجوله الاخيره. وهذا طبعا مو بالنسبه لي اول فيلم انا اشتغلت فيه. الشيء الجديد الحلو بالفيلم ان لي دورين بالفيلم ممثل ان شاء الله، بالاضافه الى مسوي الساوند تراك كله كامل، بالاضافه الى الساوند ديزاين اللي هو المؤثرات الصوتيه. غير كذي اغنيتين مسوي بالفيلم. عندي اغنيه اللي هي اغنيه التتر الاخير. التتر الاخير انا هم مخرجها كفيديو كليب، ومغني فيها راب مع رابريه اثنين. طبعا الفيلم هذا أرد وأقول إن شاء الله نقلة جديدة للسينما الكويت، والفيلم طبعاً إنتاج شركة AM ومنتج عمار الموسوي مع محمد الموسوي، أنا أقدم لهم تحية بهالوقت هذا، فرصة هذه أقدم لهم تحية حق عمار وحق محمد الموسوي، وأشكرهم إن أعطوني الفرصة إن أخوضها وياهم بصراحة بطريقة احترافية. يعني ان شاء الله تعتبر الاولى من نوعها. ايدو يعطيك العافيه، ما قصرت، استمتعت حبيبي. ابي نكنيم انا، عطني نكنيم على السريع. محمد ميدو 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 ميدو. حلو. اوكي، شوفوني الاسبوع الجاي متابعيني في فقره رياضه المشاهير مع ضيف ثاني. ياو ياو.